بسم الله الرحمن الرحيم. محلول مائي حجمه 200 ملي، إذن V للمحلول تساوي 200 ملي لتر. يحوي 7.3 جرام من حمض الهيدروكلوريك، يعني هذا المذاب عدل. إذن هذه MS للمذاب تساوي 7.3 جرام. لا تنسى الوحدات، ها، لازم تكتب معطيات دائما. اول شيء احسب تركيز المحلول بالمول لكل لتر، اللي هو المولار. شنو المولار؟ خلنا نحط القانون. قانون يقول ام عدد مولات المذاب تقسيم حجم المحلول باللتر. طبعا إذن هذا السهم، يعني إذن ترى إذا كنا عارفين إحنا حجم المحلول وما ندري شنو التركيز وهو المطلوب التركيز، يبقى الشغل كله على عدد المولات. خلنا نحسب عدد المولات عشان نقدر نحل المسألة. نقول عدد المولات يساوي الكتلة بالجرام على كتلة شنو؟ المول. عندنا الكتلة بالجرام ولا مو عندنا؟ موجودة، 7.3 جرام. زين كتلة المول شلون نحسبها؟ راح يكون معطى عندك شو اسمه الكتل الذرية مالت ال H ومالت ال Cl في المسألة بالامتحان. فنقول واحد اللي هو مال ال H زائد 35.5 مالت ال Cl هي المجموع. لما نقسم يطلع عدد المولات 0.2 مول. إذن التركيز راح يكون عدد المولات على حجم المحلول باللتر. طبعا حجم المحلول كان عندنا 200 ملي، فال200 ملي قسمناها على 1000 عشان نحولها إلى لتر. بالنهاية طلع عندنا الناتج 1 مولر، وهي الإجابة الصحيحة. الحمد لله رب العالمين.